الحمد لله ربعين استطعنا عن طريق بحث النت ما يقارب صرنا سنة صرنا ضلينا نبحث. الحمد لله ربعين وصلنا لنوع من أنواع النباتات السرخسية يعني، وحسنا نستورده من دولة مصر على تركيا على سوريا. والحمد لله ربعين يعني صرنا نجربه، عطى نسبة نجاح بالوفرة عالية جدا بإنتاجه، بوفرته بالأعلاف، بفوائده، بتوفير الأمراض ومن حد من استهلاك الأدوية.